أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عسلامة. اليوم معنا ضيوفنا الكرام كما تعودتوا تشوفوهم كل مرة. أهلا وسهلا بسمة، أهلا وسهلا عماد. أعطيك الصحة سيدي. اليوم باش نتناولوا موضوع مع سادة المشاهدين، هو حول أسماء الله وألقاب السيد المسيح. لو تتفضل أخونا عماد، ما المقصود بذلك وتعرفنا بهم؟ هي مسألة طرح أسماء الله وألقاب السيد المسيح، هي موضوع يمس اللاهوت المسيحي. يعني الاسم يعبر عن المسمى، وليس اسما فقط، بل الاسم هو يحمل أيضا محتوى. نعم. يعبر لماذا نعبد هذا الإله، أو خاصيات هذا المسمى. نعم. الله عبر عن نفسه منذ البدء بأسماء مختلفة حتى الناس اللي يعبدوه يعرفوه. نعم. في العهد القديم عرف خالق السماوات والأرض باسم خالق السماوات والأرض، باسم يهوى، باسم ألوهيم، باسم أدوناي ومعناها سيدي، إيل وإيل شداي معناها الإله الشديد القوي القدير، واسم إيل عليون ومعناها الرفيع والعلي، وكذلك إيل علام ومعناها الإله الصرمدي. نعم. أي اللي قبل البداية وقبل. نعم. النهاية. نعم. وبعد النهاية. أنا نحب نتوجه، سمحني بسمة، بسؤال تو أخونا عماد في بداية حديثه ذكر مسألة، قال الأسماء الله وألقاب السيد المسيح تتعلق كلها باللاهوت المسيحي. ربما تشرح لنا أكثر كلمة اللاهوت، يعني ربما بعض الناس متفهم شنو اللاهوت، لاهوت المسيح. كلمة لاهوت عفوا هي جاية من كلمة الله، وهي كلمة أصلها يونانية ثيولوجيا، وتتعلق بدراسة الله، يعني تحديدا الله بحسب المنظور الكتاب المقدس. نعم. يعني دراسة الله، التمعن في معاني الله، فهم الله، معرفة وفهم ومحاولة إدراك، هو علم معرفة الله. نعم. هو علم، تعرف. نعم. وقت عيسى يفسر للاهوت يقول هو أم العلوم. نعم. لأنه الله هو فوق كل شيء. حبيت نعرج على النقطة اللي قالها عماد ومهمة جدا، أنه الله لم يكن اسمه فقط الله كما نعرفه احنا في العهد القديم، وعلاش هذا مش معناه فما تعدد آلهة. لا، تعدد اختبارات وتعدد. نعم. اختبارات بشرية. نعم. وكناخذ مثلا في سفر التكوين نشوفوا إبراهيم كان يعقوب عفوا سمى الله اللي كان يلتقي به في كل مرة في ظروف معينة، كان يسميه في الأول إله أبي إبراهيم، وبعد أصبح إلهه. وقتاش أصبح إلهه الخاص؟ نعم. وقت لي الاختبارات متاعه هذيك انطلقت من فقط ميراث ديني خاصة. إلى تجربة خاصة، ومش مرة واحدة، أكثر من مرات. إبراهيم نفسه أبو الأنبياء، إبراهيم ما كانش يعرف الله فقط باسم واحد في كل مرة، لأنه تعرف حاجة، التوحيد باش نفهم التوحيد في العهد القديم صعيب ياسر. نعم. ما عندناش نقطة بالضبط معينة بدأ فيها التوحيد، لكن نعرفوا أنه الله دعا يعني إبراهيم. يعني ما عندناش نقطة معينة بدأ فيها التوحيد عند بعض الناس، لكن نعرفوا أنه الله واحد. آدم وحواء عرفوا الإله، لكن عند البشر آدم وحواء عرفوا أن الله واحد، لكن أبناء آدم. نعم. عرفوا أن الله واحد، أما هما بعدوا عليه. أما تاريخيا ما نجوش نحدوا مثلا بالضبط وقتاش المفهوم التوحيدي بالنسبة لكن اللي الله اليوم. منذ اليوم الأول أعلن عن نفسه أنه إله واحد. آدم عرفه معرفة جيدة أنه إله واحد، أبناء آدم عرفوا أنه إله واحد. نعم. لكن البشر بحكم خطيتهم من كما حكينا كما قايين وهابيل، القاين القاتل ابتعد، أولاده أحفاده لامك صاحب تعدد الزوجات وغيره أصبحوا يبتعدون عن الله وخلقوا إلى آلهة لهم. لكن هنا يطرح سؤال، سمحني بس، ما علاش تتعدد هالتسميات إل شاداي، أدوناي، يهوى، سيدي؟ حبيت نقول لك الرحمن الرحيم بحسب التجربة البشرية. نعم. إبراهيم خرج من مجتمع. نعم. مجتمع فيه تعدد آلهة، ولكنه ما كانش يعرف التوحيد بمعنى أنه فما إله واحد، كان عايش في حضارة وحضارة هذيك هو متأثر بيها، لكن الله اختاره لأنه عنده ليه غرض، عنده ليه مهمة باش يقوم بها. اختبارات إبراهيم مع الله في كل مرة كان يدعو الله باسم، الاسم هذاك كان يعكس كما قال عماد معنى ومفهوم التجربة اللي عدى بها. إذا يعكس ربما التجربة البيئة الكنعانية مثلا مش يكون كلامنا مسهل، يعني مش الناس كل مرة يعطيوا اسم لله بشهوة من عندهم. لا. لا، مثلا في الكتاب المقدس يقول
الرحمن يعني نتيجة للرحمة. نعم. مثلا الرؤوف نتيجة لأن الله ترأف على فلان على شخص. الرؤوف الرحيم طويل الروح بطيء الغضب. يعني الله يصبر على شر الناس فسمي ببطيء الغضب. نعم. الله يرحم مثلا الناس عاشوا في وقت جفاف والله رحمهم بشيء معين. الله لبى دعوة معينة. الله يرحم. مثلا شفنا في قصة أم سموائيل كانت أم عاخر وطلبت وصلت لله فرحمها الله. بالنسبة لها أصبح اسمه الرحيم. نعم. أي الذي رحمها. نعم. مثلا مثال هاجر وقت في قصة اختبار هاجر وقت اللي كانت شافت ولدها باش يموت وبعد سمعت صوت ملاك حطت ولدها على جنب وسمعت صوت ملاك قالها انظري فشافت ما في المكان هذاك سميت قالت الله إلي رؤي يعني سميت الله إلي رؤي لأنه الله يرى الله. نعم. شاف محنتها واستمع إليها. هذا مثال على أحد التجارب. ولا اسم ابنه مثلا إسماعيل إيل يسمع الله يسمع. يستمع يعني الأسماء هذه هي أسماء بشرية انعكاس لخصائص الله كما قلت بس من خلال تجربة ناس معينين. نعم. مع الله. لكن أريد أن أعود إلى نقطة. نعم. باش نرفع كل الالتباس. الله واحد والتوحيد كان منذ اليوم الأول ظاهر العيان. لقد انتقلنا من التوحيد إلى تعدد الآلهة ثم عدنا إلى التوحيد. يعني عكس بعض النظريات الإلحادية خاصة نظرية ما تعرف ب جي أو دي بي أو نظرية المصادر الأربعة اللي يقودها ما يسمى أيضا بالنقد العادي مثل العالي مثل فالهاوزن مثل كارل ماركس مثل فرويد. يقولوا اللي الإنسان ارتقى من مرحلة البدائية إلى مرحلة التفكير فكان عنده فهم وثني ثم فهم طوطمي ثم فهم كذا إلى أن ارتقى إلى مستوى التوحيد. حتى التوحيد كان عنده درجة. لا. نعم. نحن كتابيا نقول أنه كلمة الله تقول أن الله كان لآدم واضح واسمه إله واحد. نعم. انتقلنا بالخطيئة إلى تعدد الآلهة ثم عدنا واضح. يعني الناس. نعم. الناس الصالحين مثل كلمة القدس يقول أنه آدم كان عنده ابن اسمه أخنوخ أخذه الله. أخنوخ هذا دليل على وجود واحد موحد. مثلا شيث هو إنسان موحد. مثلا نوح هو إنسان موحد لكن أغلبية الناس ما كانوش. لكنك علش في. نعم. تعفون تكوين. نعم. ستة ستة يقول حزن الله أنه خلق الإنسان في الأرض. نعم. أخي عماد بسمة البعض يذهب أنه هذه تعتبر هي أعلانات من الله لاسمه لجلالته لفترة زمنية معينة ولا لا؟ مش صحيح الكلام ده؟ لا اسمع مش. نعم. إعلانات لفترة زمنية معينة أما. نعم. هي اكتشاف جانب من شخصية الله إذا ممكن نقوله هذية. نعم. الله يعني عظيم يعني احنا نكتشف كل مرة حاجة. كيف الصغير نحن. نعم. كيف الكون كيف معرفتنا بالكون. نعم. إذا كان نحن توا بعد عدد قرون بدينا نعرف الكون فما بالك هذه يعني إنه الإنسان وهذاك هو الكتاب المقدس يحكينا منذ التكوين إلى سفر الرؤيا مرحلة اختبار الإنسان لله. الله هو واحد. نعم. لكن مفهوم الإنسان لوحدانية الله كان لازم تمر بمرحلة صقل وهذا اللي صار إنه الأباء وبعدهم الأصباط إسرائيل كانوا في دائما يعرفوا الله إلهيم بأسمائه هو يهوى إلشداي لكن كانوا يقعوا في الوثنية بتأثير الشعوب اللي بيناتهم بتأثير يعني كما قلت بس من تأثير الشعوب يعني لأنهم اختلطوا بالشعوب. نعم. اللي تعبد هم في الحاجة اختاروا يعني اختيار يعني هما إرادي. يحكي سفر الخروج إنه الله هذا خرجهم بعجائب. نعم. خرجهم بشق البحر خرجهم موسى بمعجزات عظيمة ومع ذلك أول حاجة عملوها غاب موسى قليلا صنعوا عجلا وعبدوا. صحيح. مش لأنهم يحبوا العجول ويحبوا البقرة ويحبوا يحلبوا لا لأنهم كانوا عايشوا عاشوا في مصر أربع قرون وتأثروا بديانة المصريين واحد من آلهة المصريين هو الـ 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 العجل. هذا فيما يتعلق بالله إذا كان بسمع عندك شاهد أو كتابي شوية. نعم. باش نفهم ونحطه روحة في الـ 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 الإطار هذية. وقت اللي الله يحكي مع موسى وعطاه الوصايا لوحي الوصايا شنو اللي صار؟ وقال موسى للرب قلت لي اصعد هؤلاء الشعب إلى تلك الأرض ولم تخبرني من ترسل معي وقلت لي عرفتك باسمك ورضيت عنك فالآن إن كنت رضيت عني فأرني طريقك حتى أعرفك وأحتفظ برضاك. نعم. هذا المقطع يورينا أنه موسى رغم كل الأشياء اللي صارت. نعم. رغم كل العجائب اللي عملها الله مازال في مرحلة شك وهذه طبيعي جدا في الإنسان.
الإنسان يؤمن لكن يدخل في مرحلة الشك، لأنه ما ننساوش أنه الإنسان محدود، فما إبليس يلعب دور كبير في تهديم كل بذرة إيمان في حياتنا. نعم. لكن وقت كما يعمل موسى تكلم مع الله بقلب نقي وقال له نعم. وريني أنت شكون، الله تعامل معه نعم. وساعده، وهذاك خلى موسى يأخذ موقف كبير من الشعب وقت رجعه ولقاه يعبد في العجل الذهبي اللي صنعوه. كما قال عماد هو تأثير من ثقافة الحضارة اللي عاشوا فيها، خذا موقف غضب نعم. الدفاع عن الله اللي عمل معهم معجزات هذه. نعم اللي تفضلتوا به أعتقد ضافي ووافي، لكن هنا يتسأل هنا سؤال فيما يتعلق بأسماء السيد المسيح وألقابه، شنو مدى علاقة هذا بهذا؟ باش نعم. نبدأ السؤال بمدى علاقة هذا بهذا. نعم. علاقة أسماء الله. نعم. أسماء الله كما قلنا هي تعبر عن تجارب البشر مع الله. نعم. الله هو يعني حتى مع النبي موسى قالوا أهيه الذي أهيه، معناها اللي أنا كنت والكائن والذي سأكون. يعني عندنا صفات عنه. نعم. حتى أنه في سفر الرؤيا فما آية عظيمة جدا 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 تتحدث عن أنه ولا واحد يعرف بعض صفات الله، مازلنا ما نعرفوهاش مثلا، ويقول وله اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو. نعم. هذا حتى ونحن عندنا العهد الجديد، حتى ونحن تقابلنا مع المسيح، وحتى إلى نهاية الأيام باش يكون عندنا اكتشاف أكبر، لأنه الله عظيم أعظم من قدراتنا ونحن كل مرة نكتشفه. هذاك علاش سميناه أسماء عديدة، بس لكن نحب نقول اللي هو إله واحد، إله عظيم. نعم. خالق رحيم لأنه يرحم، سميع لأنه يسمع، هذا الإله المحب. هذاك علاش في اللاهوت المسيحي يسمى بصفة الله محبة. الله المحبة تجسد لنا في المسيح. علاش السؤال متاعك مهم ما بين هذه الأسماء؟ لأنه شفنا في الأسماء هذه معاني الإله الشديد، فكان المسيح شديدا لأنه كان يقيم من بين الأموات. الإسماعيل الله يسمع، المسيح كان يسمع. الله الكائن، لأن المسيح قبل أن يولد نعم. كان موجود وهو سيعود. لكن هنا زاد ربما يستوقفنا شيء مهم جدا، هذه تعتبر احنا قراءة ربما متأخرة لنا لأسماء الله وألقاب السيد المسيح. يعني إدراها الصورة دي كانت مفهومة لشعوب تلك الفترة الزمنية، ما كانتش مفهومة، ولحنا قراءتنا هذه حاليا التحليل نحلو فيه بالنسبة للعهد القديم. نعم. بالنسبة للعهد القديم أكيد الاختبارات هذه كانت واضحة للناس اللي عاشوها والناس اللي دونوها كانوا. فما حاجة لازمنا نعرفوها أنه الكتاب خاصة الكتاب العهد القديم والتوراة بصفة عامة ما كانتش في متاحة لكل شخص، كانوا أشخاص معينين، الكهنة هم اللي يقراوها للشعب وهم اللي يفسروها، فبالتالي حاولوا باجتهاد منهم أنهم يوصلوا المفاهيم هذه للناس. لكن احنا اليوم نشكر ربي على النعمة هذه أنه كل واحد قادر أن يكون عنده كتاب مقدس بين يديه، كل واحد قادر أنه يقرأ ويفهم الأشياء هذه. نعم. ويشوف أنه فما أغمني بين الله وأسماء وصفاته في العهد نعم. القديم واللي تجسدت في شخص الرب يسوع في العهد الجديد، لأن احنا نؤمن أن الآب والابن هما واحد. نعم. احنا نؤمن أنه الآب مولود من الابن، عفوا مولود من الآب، فبالتالي فهو يحمل صفات الآب. ومن بين هذه الصفات اللي أنا شخصيا نحبها برشا وقت يقول أنا هو خبز الحياة، من جاء إلي لا يجوع. يعني ليش هو خبز الحياة؟ لأنه هو أعطانا إشباع لجوعنا الروحي بموته على الصليب وقيامته من بين الأموات. وفما أسماء عديدة، أنا هو الباب، أنا هو راعي صالح، وأسماء أنا هو ابن الإنسان. يعني فما أسماء كثيرة دعي بها رب يسوع في العهد الجديد هي تساعدنا على أن نحن نفهم بعض جوانب شخصية يسوع المسيح. يعني حماد تحب تزيد قبل الفاصل؟ نعم. يوحنا هو اللي لخص أسماء المسيح، بعد الفاصل سنعود إلى ذكرها إذا كان ممكن. إذن كما تفضل أخونا حماد باش نواصلوا في موضوع ألقاب السيد المسيح بعد الفاصل مع بعضنا. عزيزي المشاهد، إذا حبيت تعرف أكثر عن قصة الله مع الإنسان يسعدنا أن نهدي لك كتاب الحياة مجاناً، راسلنا على العنوان اللي بتشوفه على الشاشة.
مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين، باش نواصلوا في موضوع حلقتنا اليوم حول أسماء الله وألقاب السيد المسيح. باش نواصلوا اللي بداه خونا عماد فيما يتعلق بالشهادات والإثباتات حول ألقاب السيد المسيح. السيد المسيح أعكس تسميات الله اللي شوفوها في العهد القديم، نعم، من أنه رحيم، رؤوف، طويل الروح، كثير الرحمة. نعم. سيد المسيح أعكس اسم أسماء الله مثلا في الخلق. في البدء ما كان فما حتى شيء. نعم. فخلق الله بكلمة السماوات والأرض. نقرأ إنجيل يوحنا فأول آية تقول في البدء في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. الكلمة تجسدت وصار بيننا وحل بيننا ورأينا مجده. هذا يعني الإنجيل يشهد لمن هو المسيح. المسيح أخذ أسماء عديدة، مش نحاول نستعرض البعض منها، وإذا كان بالتعاون ربما بالتعاون نعلقوا عليها مع بعض. تفضل. الكلمة اسمه الكلمة، حمل الله، ابن الإنسان، وهو واحد من أحسن الألقاب اللي كان يستعملها المسيح، وهو يجول يعلم ويصنع معجزات. اسمه كان يتسمى بابن الإنسان. نعم. ابن الله، وهو الاسم الذي يثير العديد من الإشكاليات. المخلص، عمانوئيل، ومعناه الله معنا. كان اسمه الماء الحي. أنا هو الخبز والحياة. نعم. نور العالم، الراعي الصالح، القيامة والحياة، المعلم، السيد، الطريق والحق والحياة، الأول والآخر، الألف والياء، البداية والنهاية، ملك الملوك، الفادي، الرب. ويبقى اللقب ليلخص هذوما الكل، المسيح. لكن هنا يطرح زاد على شيء، يقول لك علاش هالتنوع هذا الكل، عليه شنو الحاجة؟ احنا قلنا حاجة. نعم. من الأول انه اللقب ليعطى للشخص، وخاصة هنا أنه اللقب اللي يعطى لالله بالتحديد يصف جانب من شخصية الله. نعم. احنا قلنا احنا لا نعلم الله. نعم. لا نعرف الله كل المعرفة. لكن كل واحد فينا مكتوب أنه أفكاري تعلو عن أفكاركم. يعطيك من أنت أيها. نعم. الإنسان يعني. نعم. حتى تعرف من هو الله. صحيح. نحن مكتوب أيضا في الإنجيل اليوم نحن نعرف معرفة قليلة، لكن عند الانتقال سنعرف كل شيء. نعم. أسماء الله تفوق كل وصف وكل ربما ذكر. تحب أسماء تضيف حاجة؟ هذه. نعم. هي اللي حبيت نقول إنه. نعم. الأسماء هذه حتى يسوع المسيح نفسه هو فسرها بحسب كل واحدة والإطار اللي جات فيها، منها ألقاب الراعي صالح، أعطى مثال الخراف والراعي متاعها. الحاجة فما حاجة يعني أنا قريت شوية تعليق على على الرعاية والخراف بالضبط، يقولك. نعم. إن الخراف تتبع صوت الراعي وتعرفه. نفس الشيء يسوع لأنه هو راعي الخراف، هو إحنا الخراف. علاش إحنا خراف؟ لأنه إحنا قطيع، إحنا كنا ضايعين وهو جاء وجمعنا. نعم. لمنا بين يديه بين أحضانه، فبالتالي هو الذي يرعانا، والرعاية هي الاهتمام. نعم. فهو يقول أنا الراعي صالح، أعرف خرافي وخرافي تعرفني. نعم. مثل ما يعرفني الآب وأعرف أنا الآب، وأضحي بحياتي في سبيل خرافي. الراعي متاع الخرافي يضحي بنفس وقت لي يشوف الذئاب جاي على الخراف متاعه. نعم. يحميها. فنفس الشيء يسوع المسيح هو عمل هذاك. إذن الأسماء المتعدة هذه تعكس صفات وعمل السيد المسيح. السيد المسيح كان هو الراعي الذي كان مستعد أنه يحمي البشرية. وكنا محتاجين إلى رعاية من اللي نحن صغار للي نكبروا. هو الكلمة الذي تكون به كل شيء. نحن أعلن لاهوت المسيح، ملء اللاهوت. هو ابن الإنسان لأنه حقيقة كان ابن مريم، ابن الإنسان ومخلص الإنسان. نعم. ولهنا إشارة إلى أنه أول نبوءة في العهد القديم وقت الله وعد مريم أنه ابن المرأة سيسحق رأس إبليس. كان ابن إنسان. المخلص لأنه خلصنا من كل. نعم. أتعابنا وأحمالنا حملها. الماء الحي. نعم. من يشرب مني فلن يعطش أبدا. نعم. بل يقول تفيض من داخله. نعم. أنهار مياه حية. نعم. يعني محلة هذه وقت الواحد من داخله تفيض، مش معناه يشوف واحد فونتين طلع منه. أما كل مشاعر حلوة من عند الله. نعم. كل محبة اللي اختبرها إنسان في يسوع المسيح هي تفيض من داخله وكل أعماله تعكس هذاك. نعم. أنا من أحسن الألقاب اللي اختبرت اختبار. نعم. شخصي هو القيامة والحياة. من آمن بي ولو مات فسيحيا. نعم. فقط إنسان عزيز جدا عليا، لكن نعرف اللي هو موجود في المسيح، ولأنه موجود في المسيح متأكد
لأنه وعود السيد المسيح حق. قال أنا القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. السيد المسيح يبقى لقب المسيح يعني الممسوح، واللي هو معد منذ البدء أن يحمل أخطاءنا وخطايانا. نعم. فيما يتعلق ربما يتطرحها ناس سؤال فيما يتعلق بالمواهب الروحية، إلى أي مدى علاقة هذا أيضا بهذا؟ احنا حكينا على اللاهوت المسيحي، واللاهوت المسيحي هو معرفة الله، اختبار الله، فهم، محاولة هي بشرية ولو حتى محدودة لفهم الله. ومن الأشياء اللي نحاول نفهم منها الله، احنا نؤمن بإله واحد لكن في ثلاثة أقانيم، اللي هو الآب والابن والروح القدس. الآب هو خالق الكون، الابن هو يسوع المسيح الذي هو الله المتجسد، ولكن بعد ارتفاعه إلى السماوات بعثنا روحه، الروح القدس المعز الذي هو منبثق من الآب، واللي هو يعيش ويرشدنا ويعيش في داخلنا، وهو اللي يقودنا وهو اللي نتواصلوا به مع الآب من خلاله. روح يعني مش مواهب روحية مسألة تتقالها، لا مش تتقالها، إله واحد، إله واحد، إله واحد. أمين. حتى نقولوا باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد. وبالمناسبة يعني أخي عماد سمحني باش نقاطعك، السادة المشاهدين ممكن يطلعوا، كنا تعرضنا على حلقة على المتعلق بالثالوث الأقدس، بإمكانهم يطلعوا عنا أرشيفنا عبر أمة في المسيح، يدخل يعمل بحث في جوجل وإمكانه يطلع على هذه الحلقة. سمحني عماد تفضل. السؤال متعلق بالمواهب، المواهب انعكاس لأسماء الله. الله عمل الله في السماء يحب يكون منعكس على الأرض. هذاك علاش في الصلاة نقول ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض. والآية تقول كل واحد ينال موهبة يتجلى فيها الروح للخير العام. والكنيسة هي جسد المسيح في الأرض، تعكس مجد المسيح، الكنيسة الحقيقية التي هي عروس المسيح المصطفى. وفي الكنيسة هناك المواهب. وكذا نحكي كيفاش المواهب هذه في رسالة إلى كنيسة كورنثوس الأولى والأصحاح 12، مش بنقراها الكله خطوط تعريض، لكن مش نقول شوية في الآية 8. فهذا ينال من روحها كلام الحكمة، وذاك ينال من روح نفسه كلام المعرفة، والروح الواحد نفسه يهب أحدهم الإيمان والآخر موهبة الحكمة لأن الله حكيم، المعرفة لأن الله كلي المعرفة. يعني وقت نشوفوا المواهب المعطاة للكنيسة نفهم أنها تعكس صفات الله ومجد الله. لكن في الآية تقول أيضا فإنه كما في جسد واحد لنا أعضاء كثيرة، أيضا لأنه إلهنا له صفات كثيرة. لكن هنا أخي عماد تو يفهم المواهب الروحية ذي، يعني أنت تأخذ عندك مواهب كم معين، بس ما تاخذ كم معين، انا ناخذ كم معين. تعرف الموهبه كيما واحد يقول لك عنده موهبه الرسم، واحد موهبه الغناء، واحد موهبه منعرفش، هذا تشبيه في العالم. في لكن العالم. تشبيه في الكنيسه يختلف شويه. اكيد. في الكنيسه واحد عنده موهبه التعليم، يعني كيما نحاولوا احنا اليوم نقوموا به من خلال برنامج على السلامه، احنا نحاولوا نساعدوا الساده المتفرجين انهم يتعرفوا على الكتاب المقدس وعلى شخص المسيح. فما شخص عنده موهبه الوعظ، فما شخص آخر عنده موهبة التغنيم، فما شكون ما عنده موهبة الشفاء، شكون موهبة الخدمة، تنوع. الكتاب يقول وهذا كله يعمله الروح الواحد نفسه موزعا مواهبه على كل واحد كما يشاء. يعني الله بحسب قدرة كل واحد، بحسب تكوينه، بحسب استعداده، الله يعطيه موهبة لتتمشى معه. والله في الكنيسة يستخدم الجميع، يعني كل مؤمنين له، كل مؤمن عندهم، مش مؤمن ما عندوش دور. يعني مش نمشي الكنيسة باش نسمعوا الثلاثة أربعة من الناس يسبحون الله ونحن نبقى نتفرج عليهم وواحد يوعظ وتنتهي الكنيسة. لا، الكنيسة هي كل أيام الأسبوع تستخدم فيها موهبتك. فما اللي عنده موهبة التبشير، موهبة التعليم، موهبة الخدمة، موهبة الزيارة، موهبة التعزية، فما شكون اللي كلامه وحلوم وشجع، فما شكون الله يعطيه موهبة الفحص، يفهم الناس، يفهم شكون حقيقي وغير حقيقي. هناك محورين نحب نغطوهم احنا فيما يتعلق باللاهوت المسيحي، هو فيما يتعلق بالأنبياء. لو نعطوا تغطية الأنبياء اللي توجدوا في العهد الجديد. لأنه رسالة الإنجيل بدأت مع المسيح، بدأت بصليب المسيح وقيامته وصعوده إلى السماء. كانت الكنيسة الأولى محتاجة إلى أن تستعمل المواهب، من بين هذه المواهب يذكر
الإنجيل موهبة النبوة، ويذكر سفر أعمال الرسول وبقية الأسفار أنه مثلا بطرس تنبأ، أنه بولس تنبأ، وأيضا أنبياء آخرين مثل يذكرهم العهد الجديد بالاسم كان هناك أنبياء. والكنيسة أيضا إلى اليوم لازال الروح القدس يرشد، يعني يتنبأ، ينير الله أذهان المؤمنين لاحتياجات في الكنيسة. نعم. والنبوءة في العهد الجديد يفسرها في رسالة كورنثوس والإصحاح 14 يقول: وأما الذي يتنبأ فهو يكلم الناس بكلام يبني ويشجع ويعزي. نعم. اللي يتكلم بالنبوءة معناها هو يتكلم في الإطار هذا بناء وتشجيع وتعزية، هو إعلان من عند الله مش قراءة الغيب. نعم. النبوءة مش في الإطار هذاك، لكن النبوءة دي يقول قائل هي تعطى أو يدرب عليها أو المواهب هي من عند الله، من عند الله بحسب الروح القدس. نعم. مواهب الكنيسة لا زالت تعمل لأن الله هو الأمس واليوم وإلى الأبد. نعم. ومواهب الروحية ذي بالمقابل ما فيها شيء يتميز على آخر، هذا الأول هذا الثاني، هذا لا ما فماش. هو نعم. يقول أنه أفضل هذه المواهب، يعني إذا كان عندك كل شيء لكن أفضلهن المحبة. المحبة. إذا كان تبرز محبتك للناس وتخدم الناس وتحب الناس وتموت من أجل الناس. نعم. هي أفضل رسالة توصلها عن السيد المسيح. نعم. ويقول في الإطار هذا يقول: لو تكلمت بلغات الناس والملائكة. نعم. ولا محبة عندي فما أنا إلا نحاس يطن أو صنج يرن. نعم. طيب هنا نصل إلى آخر محور في موضوعنا اليوم، هو حول الوحي، الوحي في الكتاب المقدس، ما المقصود به؟ تعرضنا في أكثر من حصة للوحي، لكن في سياق اللاهوت المسيحي. نعم. نعم. الوحي تعددت أشكال الوحي في الكتاب المقدس. الله كلي القدرة كلي المعرفة السرمدي الأول والآخر البداية والنهاية، أراد أنه يعرفنا بخصائصه. نعم. فأوحى لرجاله القديسين، رجال ونساء ما بين قوسين. نعم. كان هناك دائما أنبياء ونبيات، أرسل وحيه عن طريق ملائكة، عن طريق حلم، عن طريق تكلم مباشرة حتى نفهم مشيئة الله في حياتنا. نعم. آمين. أنا نحب في ختمة حصتنا دي إذا أمكن بس ما ترفعنا بكلمة صلاة أكيد. ومع سادة المشاهدين أيضا. نعم. يا إلهنا الحي العظيم القدوس، إلهنا منذ البداية والنهاية يا رب أنت دائما هو يا رب، أنت أعلنت لنا نفسك منذ الخلق أنك إله محبة، وجسدت هذه المحبة في يسوع ابنك الحبيب الذي به سررت. يا رب نشكرك على نعمة الخلاص، ونشكرك على نعمة الفداء، ويا رب نشكرك أيضا لأنك تواضعت حد الموت يا رب، سفكت نفسك لأجل خطايانا، ولكن أعظم من ذلك أنك قمت من بين الأموات يا رب، ومنحتنا حياة أبدية. يا رب أصلي من أجل كثيرين يسمعون هذه الكلمة يا رب، أن تكون بالفعل عاملة في قلوبهم يا رب. أن تعلن نفسك كما أعلنت نفسك دائما يا رب منذ القديم لكثيرين يا رب. نعم. وأنت اخترتهم يا رب لينضموا إلى ملكوتك، لينضموا إلى أولادك يا رب. شكرا لأنك تفعل هذا دائما وفي كل وقت، ولك كل المجد والنعمة. أمين. لك المجد إلهنا القدوس. في ختمة حصتنا دي نتوجه بالشكر إلى أخونا عماد، أختنا بسمة، شكرا. أعزائنا المشاهدين نترككم في حفظ الله، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.